بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنعمل مع بعض مراجعة شهر مارس لسنة اولى اعدادي الترم الثاني، الناس اللي هتمتحن الاختبارات. فيلا بينا كده يا سنة اولى نبدأ مع بعض. السؤال الاول، اكمل العبارات الاتية. رقم واحد، تؤدي اكاسيد الكبريت الى تهيج الجهاز. طبعا ده من الجزء اللي هو اتلغى عندك في الترم الاول، بس احنا هنقوله. اكاسيد الكبريت بتؤدي الى تهيج الجهاز التنفسي، بينما اكاسيد النيتروجين تؤدي الى تهيج الجهاز العصبي. رقم اتنين، الرابطة في جزيء كلوريد الصوديوم رابطة نقط. طبعا الرابطة يا مستر في جزيء كلوريد الصوديوم، كلوريد الصوديوم ده اللي هو NaCl. فانت لو جيت بصيت معايا عليه، بص كده معايا على شكل الجزيء، انت عندك NaCl ده كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام. فده الصوديوم ده ايون موجب والكلور ده ايون سالب. فدي رابطه ايه اللي بتنشا بين ايون موجب وايون سالب؟ قال لك دي رابطه ايونيه. يبقى اذا هنا هنقول له الرابطه هنا رابطه ايونيه. بينما الرابطه في جزيء الهيدروجين رابطه ايه؟ انت عندك جزيء الهيدروجين، الهيدروجين اللي هو H2 ده جزيء الهيدروجين، كانت الرابطه بينه رابطه ايه؟ تساهميه، لان كانت كل ذره هيدروجين بتحط من عندها الكترون، فيصبح في حيازتهم الاثنين ايه؟ زوج واحد من الالكترونات. يبقى اذا دي كانت رابطه ايه؟ هنقول له تساهميه احاديه. يبقى اذا هنا رابطه هنقول له تساهميه احاديه. طيب عندي بعد كده رقم ثلاثة، يجي يقول لك الصودا الكاوية الاسم الشائع لإيه؟ لمين؟ مين اللي اسمه الصودا الكاوية؟ طبعا ده اسمه هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH. بينما ملح الطعام الاسم الشائع له هو ايه؟ ملح الطعام ده اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي اسمه كلوريد الصوديوم، كلوريد الصوديوم ده اسمه ملح الطعام اللي هو رمزه NaCl. طيب عندي بعد كده رقم اربعة، العنصر الفلزي السائل الوحيد. نقط، عنصر فلز وسائل وحيد، يبقى اوتوماتيك وانت مغمض ده الزئبق اللي هو رمزه HG يا مستر. بينما العنصر اللا فلزي السائل الوحيد، لا فلز وسائل وحيد هو البروم اللي هو رمزه Br. تمام. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك اكتب الصيغة الكيميائية الهيدروكسيد الالمون. تعالى برضو واحدة واحدة اهو، احنا مع بعض واحدة واحدة. هي الصيغة اسمها ايه؟ هيدروكسيد الالمون. اهو هكتبه هنا يا مستر بالعربي اهو، هيدروكسيد الالمونيوم. يلا اول حاجة الالمونيوم رمزه ايه؟ Al، ده عنصر الالمونيوم. وخلي بالك في ناس بتتلخبط بين الامونيوم والالمونيوم، ما تتلخبطش. الامونيوم دي مجموعة ذرية اللي هي NH4، اما الالومنيوم ده عنصر اسمه الالومنيوم، والهيدروكسيد رمزها او اتش. طيب تكافؤ الهيدروكسيد احادي وتكافؤ الالومنيوم ثلاثي. كنا بنعمل ايه؟ بنعمل مقص نبدل التكافؤات. واللي ما بيعرفش ارجع لشرح الدرس تاني هتعرف كل حاجه فيه بالتفصيل ان شاء الله. ايه ال بنبدا بايه ال، يبقى هنكتب ايه ال وقصادها واحد ما بنكتبش للتخفيف. بعد كده هيقابلني او اتش وقدامها تلاتة، يبقى نحط الـ OH دي مجموعة ذرية، دي نحوطها بقوسين بنسميها باي ونكتب 3 كده تحت كده جنب القوس، يبقى ALOH الكل 3. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك السؤال التاني، اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، يتحد النشادر مع حمض الهيدروكلوريك المركز مكونا نقط من كلوريد الأمونيوم، هنقول له سحب بيضاء، سحب بيضاء اللي هي NH4Cl. يبقى هنا مادة سوداء ولا رسب أبيض ولا سحب بيضاء ولا محلول أبيض؟ هنقول له سحب بيضاء من كلوريد الأمونيوم. وكانت المعادلة بنكتبها كده يا مستر اهي، الناس اللي عايزة تفتكر المعادلة، كنا احنا بنقول NH3 زائد HCl سهم عليه مركز، حمض مركز، يديك NH4Cl اللي هي سحب بيضاء من كلوريد الأمونيوم. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك رقم اتنين، العنصر الذي عدد الذري نقط يكون رابطة أيونية مع الأكسجين. العنصر الأكسجين طبعا زي ما احنا عارفين ان هو ثنائي التكافؤ، لأن آخره ستة، والستة دي محتاجة تكتسب اتنين عشان توصل لتمانية، فاللي هيديله الاتنين لازم يكون هو اللي عدده الذري ايه بقى؟ اتنين ولا عشرة ولا اتناشر ولا ستاشر؟ هو هيبقى طبعا اتناشر، لأن هتيجي توزعها اتنين، تمانية اتنين آخرها اتنين، هتفقد اتنين لأنه فلز، فالاتنين اللي دي هتفقدها دي هتكتسبها منها، يبقى اذا هيبقى رقم جي. طيب عندي بعد كده رقم ثلاثة، يجي يقول لك حمض الكبريتيك. طبعا حمض الكبريتيك اللي هو H2SO4 يتكون من نقط ذرات. تعالى كده نكتب الصيغة ونعدهم وعايز في كام ذرة. عندك H2SO4، يلا نعد الذرات. انت عندك هنا أربعة أكسجين، أربعة أكسجين أهو، ومعاك هنا واحد كبريت أهو
ومعاك هنا 2 هيدروجين، يلا اجمعهم يبقى 4 زائد هنا 1 زائد هنا 2، اجمع 4 و1 5 و2 7، يبقى 7 ذرات. يبقى اذا فيهم كام؟ فيهم 7 ذرات، تمام. طب يبقى اذا هنقول له هنا 7 ذرات، يبقى رقم ج برضو. طيب عندي بعد كده رقم 4، يجي يقول لك عندما تتحول الذرة إلى أيون فإن عدد نقط يتغير. لما الذرة تيجي تتحول لأيون مين اللي بيتغير؟ أنت عندك خلاها قاعدة في دماغك إن العدد الكتلي بيدانه ثابت ما بيتغيرش. طب العدد الكتلي ده اللي هو إيه يا مستر؟ اللي هو البروتونات والنيترونات، دول ما بيتغيروش. يبقى مين اللي هيتغير؟ يبقى الإلكترونات. يبقى إذا الإلكترونات هي اللي هتتغير، خلاص كده. طيب عندي بعد كده رقم ج، يقول لك حقق قانون بقاء المادة للمعادلة، ويجي يديك 2 ام جي زائد او 2 سهم على حرارة، يديك 2 ام جي او، ويقول لك علما بان كتلة المغنيسيوم 24 وكتلة الاكسجين 16. تعالى كده نحل برضو المسألة دي واحدة واحدة. عندك المعادلة اهي اللي هي 2 ام جي زائد او 2 سهم على حرارة يديك 2 ام جي او، تمام يا مستر اوي. الام جي مديهولك ب 24، الام جي بيديهولك كده 24، والاو مديهولك ب 16. المعادلة دي بتتحل في خطوتين 2. اول خطوة بنكتب مجموع كتل المواد المتفاعلة، وتبقى عارف ان المواد المتفاعلة دي فين، هي اللي قبل السهم ده يا مستر. نقول بيساوي، ويلا اكتب اول حاجة بدأنا ب2، تكتب لي الاتنين، نكتب 2 دي معناها في، تروح جاي حاطط لنا هو في ام جي بكام، تعالى غشها من هنا، ام جي هنا هي مستر مديها لي ب24، يلا اكتب 24. خلصنا دي، حوطهم لي في قوس. بعد كده قابلتني الزائد حطها زي ما هي، بعد كده قابلك الاو شوفها من هو 16، يبقى مديها لي ب16. في قابلتني احطها 2، قابلتني احطها، اقفل القوس بتاعي واقول بيساوي 2 في 4 ب8، والاتنين في 2 ب4 زائد قابلتني احطها، الاتنين في 6 ب12، 2 ومعايا الواحد، الاتنين في 1 ب2 و1 3 بيساوي 8 و2 10، 0 ومعايا الواحد، 1 على 4 5 و3 8. يبقى اداني 80 وحدة قياس الكتلة، هنقول له جرام. يبقى اداني 80 جرام، دي المتفاعلات، دي الخطوة الأولى. تعالى كده نحل الخطوة التانية، لأن احنا قلنا هتتحل على خطوتين. نفس الجملة دي هكتبها تاني بس أغير فيها كلمة، أقول مجموع وكتل تنزل تاني اهي، كتل والمواد تنزل تاني اهي، وبدل ما اقول المتفاعل هقول الناتج، هقول ايه؟ الناتج، واقول بيساوي النواتج بقى يا مستر اللي بتبقى بعد السهم، اللي بعد السهم دي النواتج. بنبدا منين؟ من الاتنين ده، يبقى نقول له 2، ودي معناها في، هنحط هنا هو في. ام جي هنا بكام يا مستر؟ اهي ام جي هنا مديها لي ب 24، يبقى اكتب له 24. وده مركب على بعضه اسمه ام جي او، يبقى بنربط ما بين ذراته بزائد، يبقى نحط هنا زائد، اوعى تنسى دي. وو بكام؟ وهنا ب 16، يبقى تكتب لي 16. حوط لي دول كده في قوس كده بالشكل ده، ويلا قول بيساوي الاثنين قابلتني احطها، الاثنين قابلتني احطها، في قابلتني احطها، يلا خلص دول 4 و6 10، صفر ومعايا الواحد، 1 على 2 3 و1 4، الاثنين في 40 بكام؟ يديك 80 جرام. الله، يعني هنا النواتج برضو طلعت لي 80، يبقى المتفاعلات 80 والنواتج 80، اللي دخل قد اللي خرج. يبقى خلاص، اذا هنقول له اذا المعادلة موزونة وتحقق قانون بقاء المادة، بس كده بيكون خلص. طب تمام، نكمل، يلا كده نحل الاختبار ده. اكتب المصطلح العلمي. رقم 1، كسر الروابط بين ذرات جزيئات المتفاعلات وتكوين روابط جديدة في النواتج، ده تعريف التفاعل الكيميائي. رقم 2، عدد الالكترونات التي تفتقدها او تكتسبها او تشارك بها الذرة في التفاعلات الكيميائية، ده التكافؤ، ده تعريف التكافؤ. رقم 3، رابطة كيميائية تنشأ نتيجة قوى التجاذب الكهربي بين ايون موجب وايون سالب. طالما لمحت كلمة أيون موجب وأيون سالب وتجاذب كهربي، يبقى وأنت مغمض دي الرابطة الأيونية، الرابطة الإيه؟ الأيونية. رقم 4، مركبات تنتج من اتحاد عنصر فلزي أو لا فلزي مع الأكسجين، دي اسمها الأكاسيد. يبقى الأكاسيد هي اللي بتنتج من إن الأكسجين بيتحد مع عنصر فلزي أو لا فلزي، يبقى دي هنقول له الأكاسيد. طيب عندي بعد كده رقم ب، يقول لك اكتب معادلة احتراق شريط المغنيسيوم في جو من الأكسجين. سهلة، هنقول له يا مستر بالشكل ده، هتبقى كده. بص معايا كده، انت عندك المغنيسيوم اللي هو 2 ام جي زائد الاكسجين اللي هو او 2 سهم عليه حراره، طالما لمحت هنا اكسجين تحط حراره، يديك 2 ام جي او اللي هو اكسيد مغنيسيوم،
تمام كده؟ تمام، وده مسحوق ابيض اللون. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك السؤال الثاني، اكمل العبارات الاتيه: عندما تتفكك الاحماض في الماء تعطي ايونات، هنقول له ايونات الهيدروجين الموجبه اللي هي اتش موجب، وعندما تتفكك القلويات في الماء تعطي ايونات الهيدروكسيد السالبه اللي هي رمزها او اتش سالب. رقم 2، لتحقيق قانون نقط يجب ان تكون المعادله نقط، طبعا لتحقيق قانون بقاء الماده، هتكتب هنا بقاء الماده، يجب ان تكون المعادله ايه؟ هنقول له موزونه. تمام. رقم 3، عندما تفقد ذره العنصر الكترونا او اكثر تتحول الى ايه؟ لما بتفقد بتتحول لايون موجب، وعندما تكتسب الكترونا او اكثر تتحول الى، هنقول له ايون سالب. طيب عندي بعد كده رقم 4، مجموعه الكربونات تكافؤها، طبعا الكربونات اي مجموعه بتبدا بحرف الكاف هنقول له تكافؤها ثنائي، بينما مجموعة النترات تكافؤها أحادي. رقم ب يجي يقول لك وضح بالرسم التخطيطي الرابطة بين ذرتي ام جي اللي هو المغنيسيوم واكسجين لتكوين مركب اكسيد المغنيسيوم. تعال كده نعمل رابط، نكون رابطة مع بعض، ركز معايا كده بالراحة واحدة واحدة. هنا بيقول لك عايز الرابطة اللي بين الاكسجين والمغنيسيوم. عندك المغنيسيوم يا مستر اللي هو ام جي، تعال كده نكتبه ام جي اللي هو مغنيسيوم اهو، ام جي ده اهو اللي هو عندك 12 24 المفروض، ده عدد الذرات، عامل نواه حط فيها زائد وانقل الرقم اللي تحت 12 وبعدين زائد وناقص وعامل 24 ناقص 12 يديني 12. وطبعا اللي ما بيعرفش يوزع في حلقه كامله عن التوزيع على القناه ابحث عنها او ارجع تابع الدرس تاني هتعرف فيه كل حاجه ان شاء الله. يلا نوزع ال 12، المستوى كيف 2، المستوى اللي ياخد 8، 2 و8 10 نشيلهم ال 12 يبقى كام؟ يبقى 2، ياخدهم المستوى ام. بعد كده بربط بين الذرتين بايه؟ بزائد. قال لي الذره الثانيه اسمها ايه؟ اكسجين 8. يلا نكتب او 8 وعدد الكتلة طبعا 16، يلا نوزعه يبقى زائد 8 تعادل ونطرح، 16 ناقص 8 يديك كام؟ يديك 8 برضه. وزع لي ال 8 يبقى المستوى كي ياخد 2، 2 نشيلهم من ال 8 يبقى 6، ياخدهم المستوى ال ياخد ال 6. طب واعمل سهم، ده الناتج بتاعهم اهو. يلا نفتح بوابه كبيره هنا كده اهو، فتحت بوابه، كل اللي عليك بتنقل ال النواه، هننقل النواه يا مستر، وفيها زائد 12 زائد 12 وفيها تعادل 12. انقل المستوى كي في 2، المستوى كي هو يا مستر في 2، المستوى اللي في 8 اللي اهو في 8، ام في 2 خلاص بقى ما عادش موجود لان دي هتفقد لانها فلز. اقفل الباب بتاعي، وده فقد كام يا عم؟ فقد 2، تحط هنا اشارتين موجبتين زائد كده وجنبها 2، شكرا. ما نحطش زائد تاني، هتيجي تفتح بوابه تانية على طول في ظهرها اهو، وانقل النواه دي تحطها لنا اهو، نقول زائد 8 تعادل 8، المستوى كي ياخد 2 يبقى المستوى كي هياخد 2، المستوى اللي هياخد 6، 6 هنكتبها 6، لا هو خلاص الاثنين اللي ده فقدها ده هيكتسبهم، يبقى بقى ال 8 بقى 6 و2 8، ونقفل البوابه بتاعتنا. انت اكتسبت كام يا حاج؟ انا اكتسبت 2، يبقى هنحط عليك اشاره واحده كده سالبه ونحط جنبها 2، يبقى هنا سالب 2، اكتسب الكترونين يعني. طيب انت اسمك ايه؟ انا اسمي ام جي، يبقى انت اسمك ام جي وعليك كام اشاره موجبه؟ 2، يبقى انت اسمك ام جي موجب 2 اللي هو ايون مغنيسيوم موجب. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي او، عليك كام اشاره سالبه؟ 2، يبقى ده ايون اكسجين سالب، يبقى الصيغه النهائيه هتبقى اسمها ام جي او، ام جي ايه او. تمام. طيب هنكتفي بهذا القدر، استنونا في مراجعات تانية كتير، ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس لو انت لسه ما اشتركتش، عشان لما ارفع الفيديوهات الجاية ان شاء الله يوصلك بها اشعار. كان معكم مستر ابراهيم السيد، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.